الخير، واليوم 1 أكتوبر 2022 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، عملية الشك بمقدرتك على الانتقال باتجاه بداية مهنية جديدة راح تكون سبب بإبقاء الوضع الحالي على حاله لبينما تتمكن من إتمام هيدي الخطوة بأمان أكثر. عاطفيا راح تضطر لصرف النظر عن بعض العادات الحياتية اللي بتعتبرها معبر لهيدي الأجواء المتقلبة اللي عم بتعيشها حاليا مع الشريك. مولود برج الثور، عم بيصعب عليك تحديد مواصفات المرحلة المهنية القادمة حتى لو كنت صاحب خبرة واسعة بقراءة الأحداث والمسؤوليات المرتبطة فيها مباشرة. عاطفيا تبدو ملتزم فعليا بتسهيل عملية التقارب مع الشريك، ولكن من غير ما تتخطى حسابات كرامتك في الحب معه إطلاقا. مولود الجوزاء، رح تستعيد جزء من معنوياتك المهنية مع البعض من الزملاء تحديدا، وبذات الوقت رح تفضل معالجة بعض الإجراءات الخاصة فيك بشكل منطقي أكثر. عاطفيا بتعتبر نفسك صاحب الحق الكامل بكل كلمة قلتها للشريك بالرغم من قلة فرصك بربح المعركة معه، بالإضافة لإجراء قانوني بانتظارك. مولود برج السرطان، ما رح تورط نفسك بالتخلي عن وظيفتك الحالية، وبذات الوقت ما رح ترضى بضرب طموحاتك المهنية مهما كانت الأجواء العامة مأثرة عليك. عاطفيا لا يبدو أنك راضي عن مواصفات المرحلة الحالية الحاسدينك عليها كل يلي حواليك، ومع ذلك رح تسعى لمعالجة الأمر بسرية تامة. مولود برج الأسد، رح تتخطى محاولة بعض الزملاء لقطع الطريق عليك وحرمانك من إنجاز أي خطوة جديدة، ومع ذلك لا يبدو أنك قادر على تنويع صلاحياتك بالشكل اللازم. عاطفيا رح تكرر تجربة خلاف عاطفي سابق أو نقاش معين مع الشريك، ومع ذلك لا تبدو الأمور بأحسن أحوالها معه، فانتبه من سلبية هيدي الأجواء بيناتكم. مولود برج الأسد، رح تتخطى محاولة بعض الزملاء لقطع الطريق عليك وحرمانك من إنجاز أي خطوة جديدة، ومع ذلك لا يبدو أنك قادر على تنويع صلاحياتك بالشكل اللازم. عاطفيا رح تكرر تجربة خلاف عاطفي سابق أو نقاش معين مع الشريك، ومع ذلك لا تبدو الأمور بأحسن أحوالها معه، فانتبه من سلبية هيدي الأجواء بيناتكم. مولود العذراء، رح تلتقي بالشخص القادر على دعم خيارك المهني، ورح تكتفي بالمواصفات الموعود فيها على أمل أنها تتحقق معك بأسرع وقت. عاطفيا عم بتعيش خلطة عاطفية لا تخلو من النكد القائم بينك وبين الشريك بالرغم من محاولاتك المستمرة للانفصال عن هذا الواقع القاسي بيناتكم. مولود الميزان، وضعك المالي أصبح بحاجة لخطة علاجية سريعة، باعتبار هيدي الخطوة هي المفتاح الأساسي يلي رح تاخدك باتجاه الحل المناسب لظروفك الحالية. عاطفيا ما رح تسمح للشريك يتمادى أكثر بجوانب شخصيتك بعملية التعاطي مع محيطك الاجتماعي، ولا تبدو إمكانية تحقيق نتيجة أفضل معه متاحة حاليا. مولود العقرب، محيطك المهني رح يدخل بمرحلة مهنية صعبة حسب قراءة البعض من الزملاء لواقع الحال المسيطر على الجو العام. عاطفيا الفلك عم يتحدث عن عتب ناعم ممكن يحصل ما بينك وبين الشريك، ورح يفتح لك الباب على احتمالية عودة الثقة بالعلاقة بيناتكم قريبا. مولود القوس، توقع اتفاق مبدئي ممكن يفيدك باحتواء الأزمة الحالية اللي عم بتعيشها بكافة مستوياتها الحياتية الصعبة. وأما عاطفيا، استعادة حظوظك العاطفية مع الشريك ما اكتملت بالشكل الكافي بعد بالرغم من محاولاتك الفعلية لتشكيل واقع جديد بعلاقتك معه. مولود برج الجدي، ما رح تقبل باستكمال الحرب ضدك على الصعيد المهني، ورح تنجح بفرض سياسة الأمر الواقع على بعض الزملاء يلي عم بيحاولوا يتعدوا على صلاحياتك المهنية. عاطفيا يبدو أنه الانطباع الغالب على علاقتك العاطفية مع الشريك رح يحدد مصير الوقت الضايع المسيطر على طبيعة علاقتك معه. مولود برج الدلو، ظروفك المهنية تبدو عميقة جدا بالوقت الحالي، وكأنه مصيرك الحالي أصبح مرتبط ببعض التغييرات أو الإجراءات الجديدة يلي عم ينحكى عنها باستمرار. عاطفيا، مسألة الاتفاق على بعض المواضيع الخلافية أصبحت على مسافة قريبة من الطرفين، وتوقع ظروف عاطفية أفضل بالمرحلة القادمة. مولود برج الحوت، عم بتفكر بصيغة مهنية جديدة تخفف عنك أعباء التكاليف المالية المسيطرة على جوانب حياتك الخاصة، وتوقع دعم خارجي قريبا بانتظارك. عاطفيا، عملية الاستقرار العاطفي أصبحت حاجة أساسية عندك بالوقت الراهن، وما رح تقبل بأجواء الفوضى ترجع تسيطر على حالتك النفسية أكثر من هيك. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. ضلكم بألف خير، وباي باي.